ومن موقع حادث غرق العبارة في نهر دجلة قرب الموصل ينضم إلينا صهيب الفهداوي مراسل الغد. صهيب، إلى أين وصلت أعمال الإنقاذ أو استخراج أو انتشال الجثث والضحايا؟ نعم، فقط للتصحيح، مكان الحادث هو وسط مدينة الموصل، تقع الجزيرة الواقعة في وسط نهر دجلة الذي يفصل المدينة إلى نصفين. أعداد الضحايا حتى الآن بحسب ما أبلغت به من قبل النائب خالد العبيدي الذي كان في زيارة إلى هذا المكان قبل لحظات، حدثني عن وصول 83 جثة إلى الطب العدلي في مستشفى الموصل، ولكن هذه الإحصائية لا تعني أن عدد من غرق في العبارة هم 83 فقط، بل أن هذا العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود مفقودين، نظرا لأن هنالك عدد كبير من الذين كانوا على متن العبارة بحسب شهود العيان من المدنيين هنا، تحدثوا بأن تقديراتهم تصل إلى 200 شخص كانوا على متن هذه العبارة. وكنا نطلع على هذه العبارة التي كانت تبدو بأن 50 شخص يعني تفوق قدرتها الاستيعابية على نقل 50 شخص، وكذلك ما تشهده المدينة هذه الأيام هو ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة إلى حد كبير، مما تسبب هذا في قلب العبارة وغرقها وغرق كل هذه الأعداد. حتى الآن فرق الدفاع المدني تواصل أعمال البحث والتحري عن المفقودين، هنالك فرق في جنوب الموصل في مناطق متقدمة من النهر، حتى فرق في مدينة القيارة التي يعني هي تقع جنوب مدينة الموصل، كونها منطقة مفتوحة ويكون هنالك جريان المياه أقل حدة مما هو عليه في وسط المدينة. في هذه الأثناء التي أتحدث فيها نحن نترقب وصول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مكان الحادث، كونه وصل إلى المحافظة والتقى عدد من المسؤولين لبحث هذه الأزمة. هنالك صهيب، أنت الآن تؤكد لنا أن السلطات الرسمية في العراق فقط تتحدث عن 83 جثة تم انتشالها، وماذا عن الذين تم إنقاذهم أحياء؟ نعم، في الحقيقة أعمال الإنقاذ استمرت منذ اللحظة الأولى ولحد هذه اللحظة لا يزال هنالك أعمال بحث. تحدثت السلطات عن إنقاذ نحو 50 شخص بين هؤلاء أطفال ونساء تم انتشالهم من المياه من مياه نهر دجلة بعد هذه الحادثة، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في والبحث في النهر. هنا في مكان الحادث هنالك طوق أمني، تم عزل المنطقة بالكامل، هنالك زيارات لمسؤولين عراقيين، تصريحات. الحادثة شغلت الأوساط السياسية العراقية والأوساط الشعبية وحولت الأعياد التي يحتفل بها العراقيين بمناسبة أعياد نوروز في العراق وأعياد الربيع، تحولت هذه الأعياد إلى حداد. أعلن رئيس الوزراء الحداد في العراق لمدة 3 أيام. رئيس الجمهورية العراقي توعد بمحاسبة المتسببين في هذه الحادثة. السلطات هنا حسب ما وصلني ولم أتأكد من هذه المعلومة بأن هنالك يعني تحميل بشكل مباشر للشركة المسؤولة عن هذه الجزيرة السياحية، وهي كانت قد وصلتها معلومات بعدم استخدام العبارة في هذه الظروف التي يعني كان فيها مياه النهر مرتفعة جدا. في هذه الأثناء التي أتحدث فيها يصل موكب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الآن إلى منطقة الحادث، على ما يبدو بأنه سيطلع على ما جرى في هذا المكان بشكل مباشر بشكل شخصي لبحث تداعيات هذه القضية أو ما يمكن أن تقدمه رئاسة الوزراء لعوائل الضحايا أو يعني التوصل إلى نتائج لما جرى في مدينة الموصل اليوم. نعم صهيب، طالما أن رئيس الحكومة وصل إلى الموصل لمتابعة الحادث فقط، يعني فقط، هل تم تنظيم مثلا لقاء مع أهالي الضحايا رئيس الوزراء، أم فقط ربما سيدعو إلى سرعة الاستمرار في أعمال الإنقاذ؟ نعم، في الحقيقة الحكومة ورئاسة الجمهورية وكافة الجهات في البلاد
هي مشغولة بهذه الحادث، وهذه الحادثة على مدى اهتمام كل السلطات في البلد. رئيس الوزراء توعد بأنه بعد أن يطلع بشكل مباشر على هذه الحادثة وتفاصيلها وحيثياتها بالتأكيد سيتخذ مجموعة من الإجراءات. أحد أهم هذه الإجراءات لربما تمس عوائل الضحايا، نحن نتحدث عن أكثر من يعني لربما يصل العدد إلى 100 فقيد، أي 100 عائلة في مدينة الموصل أصيبت بفاجعة، كذلك عدد من السياسيين والنواب الذين قابلتهم اليوم في مكان الحادث تحدثوا عن تحميل السلطات أو الإدارة المحلية هنا في مدينة الموصل سبب إهمال هذه الحادثة، مما أدى إلى حصول هذا الأمر، وتوعدت أيضا باتخاذ إجراءات بالضد من الإدارة المحلية أو إدارة مدينة نينوى، واتهموا إدارة المدينة بالفساد. فكذلك لربما يعني تنجر هذه الحادثة إلى نعم يعني مشاكل سياسية أو إلى لربما حلحلة نعم. الأوضاع أو لفت أنظار الحكومة المجتمع الدولي عن النكبة التي تتعرض لها المدينة. شكرا. منذ أحداث داعش ولحد الآن مدينة الموصل تشكو من الكثير من المشاكل لم يتم معالجتها حتى الآن. نعم. من موقع حادث غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية، صهيب الفهداوي مراسل الغد، شكرا لك.